السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في مجموعة من الطلبة كلموني وعايزين المحاضرة يكون مدتها اونلاين، تبقى اقل شوية لإمكانية التواصل والمتابعة. ان شاء الله بإذن الله هنبدأ نقسم المحاضرة دي او اليونت ده على تو بارت، على جزئين، في مادة طبعا تمريض المسنين، واليونت بيتكلم اليونت 5 بيتكلم على البريفنشن اند مانجمنت اوف كير، اللي هي العنايه الوقائيه والعلاجيه المتقدمه للشخص المسن، ودي هتبقى ليكتشر نمبر 1 في يونت 5. اوتلاينز اسسمنت اوف ذا elderly، طبعا هقيم الشخص المسن من خلال ثلاث حاجات. في النقطه دي في الاوتلاين هشوف الكومبوننتس اوف elderly اسسمنت، وهشوف الايفالويشن اوف نيولي ديسكفرد ريسك فاكتورز، والمالتيبل ديسكبلري جيرياتريك اسسمنت اللي هي جيرياتريك كلينيك. يعني بعمل اسسمنت للالدري، ونقطه التقييم المعلومات دي هبص فيها على الثلاثه عناصر السب تايتل الفرعيه الموجوده، بشوف ايه الكومبوننت عناصر الالدري اسسمنت، ان انا بقيم الشخص المسن من خلال ايه، وبعمل ايفالويشن اللي هي المقصود بيها هنا المفروض تبقى افضل كلمه اسسمنت اوف نيولي ديسكفرد ريسك فاكتورز، ان انا بدور واقيم العوامل المؤثرة اللي ممكن تكتشف وتأثر لي على حياة كبار المسنين. في مالتيبل ديسكبلري جيرياتريك اسسمنت اللي هي عيادات طب الشيخوخة اللي هي جيرياتريك كلينيك. تاني اوت لاين عندنا وهو بريفنتيف هيلث كير. بريفنتيف هيلث كير، وهنا انا بتبع نظام الهيلث بروموشن. الهيلث بروموشن بتبع نظام الوقاية خير من العلاج، أو مستويات الصحة، وهي بتبقى أول مستوى primary prevention الوقاية الأولية، وبعدين secondary prevention الثانوية، والtertiary prevention اللي هي التالتة، أو يتقال عليها rehabilitation. السلايد الثانية دي برضو continuous للسلايد بتاعت الأوتلاين بتاعتنا اللي هي عناصر المحاضرة بتاعتنا النهاردة، اللي هي intervention in rehabilitation، التدخلات اللي بتتم أثناء إعادة التأهيل. في ثلاث تدخلات تحتها اللي هي الهارد intervention وسوفت intervention وسبورتنج ذا كير جيفر. الهارد intervention يعني التدخلات الصعبة اللي هي لازم ياخد التريتمنت وياخد العلاج زي ما هو. السوفت intervention اللي بيكون فيها كوميونيكيشن ما بين الكير جيفر وما بين الالدر بيبوليشن، وبيحصل عملية الايه الكوبريشن عشان يبدأ يحصل له ريسيفنج الايه الانترفينشن ده. ثالث نقطة يحصل سبورتنج ذا كير جيفر، مساندة أو ري أشورنس من مقدم الرعاية الصحية للأولدر أدر. أوتلاين نمبر 4 بريفنشن أند مانجمنت أوف أولدر أبيوز، اللي هي الإدارة أو المانجمنت اللي بتتعمل، الخطة اللي بتتعمل عشان أعمل بريفنشن أند مانجمنت للإلدر أبيوز اللي هم بقدم الرعاية الصحية للشخص المسن اللي هو بيتعرض للإساءة، او نقلل الاساءة او احساسهم بالاساءة اثناء تقديم الخدمة الصحية عشان نحقق الساتسفكشن للاولدر ادلت، مستوى الرضا للاولدر ادلت، وبالتالي احقق الكواليتي اوف كير. نمبر 5 responsibilities of the nurse working with older adults in the community، ايه هي responsibilities والرولز، المسؤوليات وادوار التمريضية اللي بتقدمها للاولدر ادلت population، الناس كبار السن. رقم 6 اللي هو في الاوتلاين ذا جيرياتريك سيرفيس، الخدمات الصحيه اللي بتقدم للمسنين او كبار السن او خدمات طب الشيخوخه. السلايد اللي بعد كده هتكلم على اسسمنت اوف elderly. اسسمنت اوف elderly يعني بقيم الشخص المسن في ايه بالظبط. اسسمنت اوف ذا elderly كومبوننت اوف اسسمنت، ايه هي مكونات الاسسمنت؟ طبعا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي قبل كده. يعني بعمل اسسمنت للفاكتور، بشوف ايه العوامل اللي ممكن تاثر على الشخص المسن واعمل لها اسسمنت، واحنا اخذنا الفاكتورز دي في الليكتشر اللي فاتت. اول حاجه بعمل اسسمنت طبعا للفيزيكال والفانكشنال والسايكولوجيكال والكوجنيتيف والافكتيف والسوشيو ايكونوميكال والانفايرومنتال فاكتورز. السلايد اللي بعد كده ايه هي الايمز او ايه الغرض اللي هيعود عليا لما اعمل اسسمنت؟ ايمز اوف elderly assessment، التقييم ده طبعا لما انا اجمع داتا على الفاكتورز هيفيدني كتير جدا في البلان بتاعتي او النيرسنج مانجمنت بتاعي. يبقى ايه هي الايمز اوف elderly assessment؟ رقم 1
كوست افكتيف يوز اوف سيرفيس، بشوف ايه التكلفه اللي هحتاجها اثناء الخدمات اللي هقدمها عشان بناء على احتياجاتهم. مينتيننج ذا elderly اكتيف، طبعا بحافظ ان على الالدرلي يبقوا اكتيف معايا، وطبعا واقدر اقدم لهم الخدمه اللي خاصه بيهم عشان يحصل نيد ساتسفاكشن، يحسوا ايه بالرضا بتحقيق النيدز بتاعتهم احتياجاتهم. رقم 3 providing quality care، طبعا بقدم الخدمه في النهايه بتبقى هاي كواليتي على جوده عاليه. evaluation، ودي النقطه اللي قلتها لكم، evaluation of newly discovered risk factors، دي مكتوبه في الكتاب معاكم كده، ودي evaluation تقييم المستحدث او العوامل الجديده اللي ممكن تاثر لي على حياه المستمع. انا شايفه ان هي المفروض تبقى assessment of newly discovered risk factor مش evaluation، ولكن الاثنين معناها التقييم، ولكن الافضل تبقى assessment of newly discovered ايه risk factors. severe functional disability دي اول حاجه، السيفير functional disability طبعا في الحاله دي ان انا في موجود مشكله او اعاقه جسمانيه او وظيفيه في اي جزء من البارتس بتاعت الجسم، وده حاله بتبقى سيفير شديده او خطيره، هيحتاج مني الكير بتاعي ايه؟ لازم طبعا يكون في hospitalization and detailed assessment، لازم يكون في دخول مستشفى وتقييم بالتفصيل. تاني تقسيمه او تاني فاكتورز عندي مايلد تو مودريت، اللي هو البسيط للمتوسط dysfunction، يعني في مشكله بسيطه في او متوسطه في الديسفانكشن بتاعت اي بارت او اي اورجان من الجسم، اي ايه جهاز من الجسم فيه مشكله بسيطه او متوسطه. طب هاجي اسسمنت الاسسمنت كده بس؟ لا، ده كمان المشكله دي باجي اعمل لها اسسمنت، بتقسم لجزئين، يا اما المشكله دي او الديس فانكشن ده معاه كوز يبقى كوز فاوند، يا اما كوز نوت فاوند معهوش كوز. طب لو المايلد او المودريت ديس فانكشن دي معاها كوز فاوند، يبقى هحتاج طبعا دراجز از دكتور اوردر، طبعا الفريق اللي معايا هدي العلاج از دكتور اوردر، بعد كده هيحتاج مني كير جيفر سبورت، مسانده من مقدمي الخدمه، وفي النهايه هحاول اعمل له ايه ريهابيتيشن عشان اعمل مينتين للهيلث بتاعته از elderly population. طب لو الكوز ده نوت فاوند ملوش سبب، كير جيفر سبورت اند ريهابيتيشن، طبعا مفيش سبب يبقى مش هيكون في دراج، هو هيحتاج مني بس كير جيفر سبورت، مسانده من مقدم الخدمه، واعاده تاهيل اللي هي الريهابيتيشن. اخر حاجه فانكشنال ايفالويشن، دايما الكونتينوس فانكشنال ايفالويشن هيفيدني بحاجه كويسه جدا، ان انا هعمل مينتين للجود فانكشن اشورنس، هضمن الجود فانكشن لكل البادي سيستم، هضمن ايه سلامه الاجهزه او وظيفه الاجهزه الجسمانيه لكل الايه اعضاء الجسم. جيرياتريك اسسمنت، جيرياتريك اسسمنت وده في التطوير طبعا والايفيدنس الجديده والكير عشان احقق الكواليتي اوف كير للالدري بوبيوليشن، عملنا فيه جيرياتريك اسسمنت من خلال جيرياتريك كلينك في عيادات لطب الايه الشيخوخه ومتابعه كبار السن. ايه البيربوس بتاعها او الغرض منها العياده دي؟ فور اسسمنت اند مانجمنت اوف ديزيز اند ديسابيلتيز ان ذا elderly، هي الهدف بتاعها تقيم لي وتعالج لي الديزيز والاعاقات الجسمانيه اللي ممكن تحصل مع الالدري بوبوليشن، وكمان تعمل لي مينتين للهيلث ليهم وتحافظ على صحتهم وبريفنت الايه. السلايد دي هنتكلم فيها على الكومبوننت اوف جيرياتريك كلينيك، مكونات عياده طب الشيخوخه، لازم يكون فيها جيرناتولوجيست، وده بيكون فيزيشن اللي هو اخصائي طب الشيخوخه، لازم يكون طبعا طبيب، في فيسيو ثيرابيست اللي هو اخصائي علاج طبيعي، في اوكوبيشنال ثيرابيست اللي هو اخصائي علاج وظيفي، في اوفوسالاموجيست اللي هو اخصائي البصريات، في اودولوجيست اللي هو السمع، في سايكتريست اللي هو النفسي اللي هو تخصص نفسي او تمريض نفسي او تمريض او طبيب نفسي او اخصائي نفسي عامه عشان المشاكل النفسيه اللي ممكن تتعرض ليها كبار السن، في دايتيشن برضو اخصائي خاص بالتغذيه، في جيرياتريك نيرس، في تمريض طبعا للشيخوخه، والسوشيال وركر اللي هو اخصائي بريفنتيف هيلث كير. البريفنتيف هيلث كير هو نظام الرعايه الصحيه اللي بيعتمد على الوقاية، يعني نظام الرعاية الصحية الوقائي، لازم طبعا يشمل ثلاث حاجات as health promotion على مستويات الصحة. ايه هما الثلاثة بوينت دول؟ اول حاجة طبعا primary prevention قلناها قبل كده، و secondary prevention و tertiary prevention، هي دي preventive health care
اللي احنا اتكلمنا عليها as healthborn role of the geriatric nurse role بقى النيرس عندي كممرضة شيخوخة. يبقى role of geriatric nurse the role of geriatric nurse toward prevention and geriatrics is to delay the onset of age related problems of body function. يعني دور ممرضة الشيخوخة أو كبار السن عامة اللي بيكون عندهم problems رولهم الأساسي إنه بيتطبع على دور ال prevention الوقاية طبعا لكبار السن وتأخير شوية حدوث ال problems المشاكل الصحية اللي ممكن تظهر في أجهزة الجسم during ال aging during ال aging أو related aging. يعني كده عايزة أقول في الرول الجرياتريك نيرس دورها هو الوقاية وتأخير شوية الكومن بروبلمز المشاكل الصحية الشائعة في كل البادي سيستم اللي ممكن تحصل في الأولدر في السيستم بتاعة الأولدر أدر. أول دور عندنا في البرايمري بريفنشن هنتكلم في برايمري بريفنشن وقاية. يبقى معظمهم هيكون او الاغلبيه العظمى منه هيلث اديوكيشن وتشينجينج للهابس بتاعه الناس الكبار دول التثقيف الصحي. اول حاجه بدا تثقيف صحي عن ان هيلثي هابت هي موجوده معاكم في الكتاب على فكره هيلثي هابت لكن الحاجات اللي تحت هي العكس بتاعها هي ان هيلثي يعني احنا عايزين نحولها للهيلثي هابت. الان هيلثي هابت هي افضل تبقى ان هيلثي هابت مش هيلثي هابت. الان هيلثي هابت ازاي ان اديكويت نيوتريشن الشخص اللي ما بياخدش النيوتريشن بتاعته كويسه جدا او التغذيه بتاعته كامله ده يعتبر ان هيلثي هابت عاده صحيه غير سليم. ادكشن تو سموكينج الكحول ادكشن تو سموكينج الكحول الناس اللي عندهم حاله من الادمان للتدخين والكحول الكحوليات دول يعتبروا ان هيلثي هابت. لاك اوف اكسرسايز الناس اللي ما بتعملش اكسرسايز بصوره مستمره او عندهم ما بيمارسوش رياضه عامه يعتبر ان هيلثي هابت. ان ادكويت سليب الناس اللي ما بتنامش كويس تعتبر ان هيلثي هابت. انا بقى بدي هيلثي اديوكيشن ان هم افويد الان هيلثي هابت عشان تبقى هيلثي. تاني بوينت عندي لازم اعمل اسس للبريدسبوزنج فاكتور فور كوروناري هارت ديزيز. بعمل اسسمنت وهيلث اديوكيشن على البريدسبوزنج فاكتورز بتاعه الايه اللي ممكن تخلي الاير ديجوليشن دول كبار السن يخشوا لي في كوروناري هارت ايه ديزيز. في عندي فاكتورز مودافيبل يعني ايه مودافيبل يعني قابله للتعديل ممكن اعدلها زي السموكينج الاوبيزيتي دايابيتس ميليتس اللي هو السكر الهايبر ليبيديميا والهايبركوليسترينيا اللي هو نسبه الدهون ونسبه طبعا الكوليسترول في الدم دي كلها عوامل ممكن تاثر لي وتخلي الشخص المسن يحصل له الهارت ديزيز مشاكل الهارت. فبالتالي انا بدي هيلث اديوكيشن يبعد عن الريسك فاكتورز دي عشان اقدر اعمل مينتين للهيلث. وفي عندي نون موديفيبل ريسك فاكتورز زي العوامل بقى اللي ما اقدرش اغيرها اللي بتكون ريليتد للايدج مرتبطه بالعمر زي الايدج السكس جينياتيك فاكتورز دي كلها بعض العوامل ما اقدرش ان انا ايه بحطها في الحسبان بعملها اسسمنت وبحطها في الحسبان في الخطه بتاعتي لكن انا ما بقدرش اعمل لها ايه موديفايد اغيرها لان بتبقى حاجه زي هيرديتري. الاميونيزيشن طبعا التطعيمات ضد ايه الانفلونزا والنيموكوكال النيموكوكال والتيتانوس دي انواع التطعيمات بديها عشان اقدر ارفع جهاز الاميونيتي سيستم بتاعه وبيبقى طبعا ضد الايه الانفكشنز واعمل مينتين الهيلث بتاعتهم. الاوستوبروسيس اللي هي هشاشه العظام الاوستوبروسيس اللي هي هشاشه الايه العظام بعمل ايه عشان احسنها طبعا في البرايمري ليفل في المستوى الرعايه الاولي بدي كالسيوم اند فيتامين سبلمنتيشن طبعا از دكتور اوردر هيب بروتكتور ديفايس محافظ على على الموبيليتي بتاعه الاولدر ادل اثناء الووكينج ان انا بعمل اسيستنت مع البروتكتور ديفايس اي سندات او مساعدين للحركه عشان اعمل مينتين للهيب بون عشان الفراكشر بتاع الهيب اتس مور ديفيكلت وذ الاولدر ادل. و الانجري بريفنشن ازاي هعمل انجري بريفنشن من حاجتين عندي مهمين جدا اللي هي اعمل وقايه من الصدمات اللي ممكن تحصل من ايه من البيرنس اكسيدنت اند فولت شود بي بريفنتد لازم اعمل اخد اجراءات الوقائيه من البيرنس اكسيدنت اند فولت
وشود بي بريفنتد باي، بمنعها ازاي؟ اول حاجه والكلام ده اتطرقنا ليه في الشابتر اللي فات، ريموفال اوف اوبستكلز فروم ذا فلور، بشيل كل المعوقات اللي موجوده في الارضيات عشان ما يحصلش طبعا ايه اكسيدنت وفولي. طبعا كيب ذا فلور دراي كلين ودراي، كيب ذا فلور دراي اند كلين عشان ما يحصلش برده ايه فولينج. برايت لايتنج شود افيلابل، لازم الاضاءه تبقى كافيه وما تبقاش ساطعه، تبقى كافيه بدرجه ما تعملش بريق عشان ما يحصلش بروبلمز او انجريز نتيجه للكوز ده. وير فلات شوز، طبعا نلبس احذيه مناسبه، وكمان يكون في بارت ان باث روم، يكون في زي قضبان او سندات في التواليت في الحمام عشان ما يتعرضش الشخص المسن ده انه يحصل له فولينج، وده فتره كبيره يبقى اندبندنت معتمد على نفسه. لو ليفل سويتشز، لازم المفاتيح النور تبقى ايه في مستوى الاولدر ادر، في مستوى كبار السن عشان يقدروا يستخدموها بدون حدوث اي انجرز، يتوصلوا الى مفاتيح الكهرباء من غير حدوث اي مشاكل. ايزي اند سيف اكسس تو ووتر، ان يوصل بسهوله وبطريقه امنه وسلامه للميه، استخدام الميه لاي سبب من الاسباب. ارينج ذا فرنتشر ات اول هوم، لازم انظم الاساس والقطع اللي موجوده والاشياء اللي موجوده جوه الهوم عشان اعمل بريفنت الاكسيدنت او الانجري اللي ممكن تحصل للاولد.